احنا اظن كمان في معانا احمد محمد عثمان، مش كده ولا ايه؟ ولا لسه احمد مش جاهز؟ طيب ازيك يا احمد؟ الحمد لله بخير. عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام. تعال نشوف كده التكريم بتاعك يا ابو حميد وبعدين نتكلم سوا شويه. احمد محمد عثمان محمد عنتر بيمثل جائزة المبدع الصغير في فرع الشعر من محافظة الشرقية عن أعمال بياع الورد، أول نصوص الحزن، القلب دايب رسول، فوبيا العيون، وسواس. أبو حميد مبروك. الله يبارك في حضرتك. بياع الورد وأول نصوص الحزن، صح كده؟ صح. وإيه كمان؟ وفوق عيون ولا سايب يا رسول ووسواس. أنت عندك كام سنة يا أبو حميد؟ أنا 15. إيه أول نصوص الحزن ده؟ احكي لي أكتر عشان ده اسم لافت لنظري جدا. نص كتبته يعني يعتبر من أول نصوص اللي كتبتها فيها حزن وكانت تجربة صادقة. تجربة عن إيه؟ حزن. ليه؟ قرب الواحد. حزن ده كانت تجربة بتاعتك أنت؟ كانت بتاعتي أنا. إيه تجربتك في الحزن يا أحمد؟ أنت عندك 15 سنة. ما إحنا نعمل إيه؟ أمال إحنا نعمل إيه يا أبو حميد؟ مش بالسن. ما أنا معاك مش بالسن، قول لي إيه تجربتك؟ يعني أنا عايز أسمع منك أكتر حقيقي يعني. هو الشعر على العموم بيبقى حالة، وأنا على قد ما أقدر بحاول أعيش الحالة عشان أطلع النص بأحسن شكل أقدر أطلعه بيه. مظبوط. لكن إيه اللي يدفع أحمد عنده 15 سنة إنه يدخل في حالة حزن وبالتالي يبدأ يكتب عنها؟ ممكن يكون مثلا تأثري بموقف حصل، حالة شخصية مثلا ليا حصلت كده، موقف شفته لصاحبي أو لجاري أو شفته لحد يعني، فحبيت أحكي عنه وعشت مكانه وسط. أنا عجبني بصراحة اختيارك للعناوين. أحمد قولي أنت بتقرأ شعر لمين؟ نبدأ الأول بقى بأساس الشعر الناس القدام. فؤاد حداد، وفي صلاح شاهين، وأحمد فؤاد نجم، والأبنودي، وبيرم التونسي، وفؤاد قعود. لو هنقول جديد، في استاذ محمد سمير عشري في قصر الثقافه بلبيس، شاعر فصحى انا بحب كلامه جدا. وفي الشاعر عمرو حسن ومصطفى نصر. انت بتكتب فرد. انت بتكتب فصحى ولا عاميه؟ انا بكتب عاميه. بتكتب عاميه عشان كده انت متاثر باعمده العاميه. بحب اقرا لهم، هو لوني. لونك. ناوي تكمل في الشعر يا احمد؟ باذن الله انا اكمل فيه يعني، مش هسيبه. حلو. بما انه احنا واحنا في سياق الكلام قلت لي هي مش بالسن، هي تجربه، صح؟ صح. طب انت عارف الشعر ده هو فرع من فروع الادب المظلومه. صح؟ صح. وناوي تكمل وتشيل حمل بتاع فرع ادبي عظيم بالمناسبه ولكنه مظلوم؟ انا نفسي قوي ارجع للشعر مكانته في مصر، ويضغي على الاسفاف اللي احنا بنسمعه دلوقتي، ويبقى له رقي ووزنه في الجمهوريه دلوقتي. والله يا احمد اللي يسمعك كده يفرح، انت رائع رائع يا احمد. يعني خلي حضرتك. من غير ما اقرا النصوص بتاعتك ولا اقرا دواوينك يعني اقدر اقول ان انت هايل، عندك مخ وعندك روح وعندك شخصيه يعني. ربنا يخلي حضرتك أحمد. يعني أنا فخور بيك وبهنيك مرة تانية على الجايزة، وطبعا لا تتوقف، ويا رب نشوفك شاعر عظيم فعلا يرجع للشعر العامي كمان. هو رجع له مكانته، لكن فكرة إنه يتبروز أكتر من كده وياخد مكانة أكبر من كده بشكل عام، دي حاجة تفرحني إنها تبقى على إيديك يا أبو حميد. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. إن شاء الله من تفوق إلى تفوق يا أستاذ. يا رب يا رب يا رب. وما تمناش انك تكتب عن نصوص الحزن تاني، اتمنى انك انت دايما تجاربك تبقى ممتلئة بالبهجة.